أشاد رئيس بنك التصدير والاستيراد الإفريقي بندكت أوراما بعظمة وعراقة الحضارة المصرية، مؤكدا أن مصر تركت آثارا رائعة للتاريخ. وفي كلمته خلال الاجتماعات السنوية 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، رفض أوراما الفكرة التي تحدثت عن أن القارة السمراء لم تنهض مجددا، معربا في الوقت نفسه عن انبهاره بالعاصمة الإدارية الجديدة. أرحب بكم اليوم في مصر من الأهرامات وأبي الهول في الجيزة، ومرورا بالمعابد والمقابر في الأقصر وقناة السويس والسد العالي في أسوان. لم تفشل مصر قط في ترك آثار رائعة للتاريخ، واليوم في هذه العاصمة الإدارية الجديدة تشهدون معنا صفحة جديدة من التاريخ ذات زخم كبير للإنسانية، حيث نشهد في هذه العاصمة الإدارية الجديدة التي ظهرت كمعجزة جديدة في هذه الصحراء التي استمرت لما يزيد على 7000 عام.